كنا يلا غادي نتكاو الناسوس وبدات الارتجاجات ديال الدار ونوضنا مالين الدار وخرجنا لان ما يمكنش نجلسوا في الدار ما عرفناش غادي يوقع. خرجنا جلسنا واحد المده في الزنقه ومن بعد ملي دار ديك ثلاثه د الليل عاود رجعنا نتكاو قلنا ليها ما عندنا ما نديرو يقسم ربي الا تكون ما يمكنش غادي نباتوا في الليل كله وصعيب وبالاخص بالنسبه للنساء والاطفال كان صعيب بزاف يعني كان الخوف ديالهم خافوا بزاف وبداو التليفونات يهضروا مع العائله واش كلشي بخير وعلى خير المهم كان شويه ديال حسينا بالهزه ديال الارض وحسينا بالتريات تيتهزوا ولكن الحمد لله زعما ايماننا بالله قوي المهم انا شخصيا والزوجه ديالي ما تاثرناش لانه هو امر الله سبحانه ودنا الدعاء لا نساله رد القضاء ولكن نساله اللطف فيه ايوا وصافي هذا الشيء ما كاين والله يعطينا حسن الخاتمه والله يلطف بينا والله يقدر علينا الخير علينا وعلى جميع المسلمين ويا ربي تكون اخر المخاوف واخر الهزات ان شاء الله. المهم جاتنا غير واحد الهزه خفيفه ولا شنات هكا قلت صافي زعما راه غير عابره عاد سمعنا الناس على برا تيقول لك خصكم تخرجوا راه تقدر تجي شي هزات ارتداديه ما وتكون قويه. المهم حتى حنا خرجتي انا مع الزوج ديالي اخي الزنزان ديال البارح حنا ما كان ما علينا ما بينا تعشينا ونعسنا وجوي 11 ولا هذه ويلاه غرقتنا في الناس تحسينا بداك الشيء اللي تيترعد ما عرفنا واش الزنزال ولا شي حاجه ديزا تخلعنا قالوا الزنزال هبطنا جاب الله باقي كل شيء فايق خرجنا على برا مخلوعين والجيران مخلوعين وخرجنا خرجت انا بالمالطه ديالي خرجت وتنطلبوا الله سبحانه وتعالى اللي ما مات حتى شي واحد من العماره كل شيء مخلوعين وتنطلبوا الله يرحم هذوك الناس اللي ماتوا اللي سمعناهم هذا الصباح هذا تقريبا 800 وزياده اللي ماتت تنتمنوا الله سبحانه وتعالى يجدد عليهم الرحمة ويجدد عليهم الصبر لعائلتهم ولولدهم والصبر للأمة ديال المغرب وديال الشعب المغربي اللي جاتوا هاد الكارثة اللي ما كانش ناويها حتى جاتوا على غفلة وتنتمناو إن شاء الله يبعد علينا المصائب وتنسمعوا بأن مازال غيكون تكرار ديال هاد الزلزال هذا ونتمناو تكون خفيفة على قلب المؤمنين وعلى قلب المغرب إحساس غريب شوية هو و بلوس دو بحال اللي كنقولوا بلوس دو بور كو دو مال الحمد لله. ايوا كنتمناو الله يلطف بينا والامور تكون بخير وكنتمنى زعما بحال كاع المغاربه السلطات تتجه للاماكن المضروره بزاف جهه الحوز باش يحققوا الناس ويكون تاويل الخير. واحساس ديال الخلعه حيت الدنيا تتمشي وتجي بك وهادي دونك واحد لابانيك ما يمكنش كيعرفش شنو غايدير واش يخرج هادي شنو يخرج معاه الناس ما كيعرفش ما مولفينش حنا بهاد لي سيتوياسيون د سيزم. اول مره عندي بلوس كو 60 طون واول مره انا حضرت شفت بحال هاد الزلزال هادي غير اولوزمون هنا في اكادير تعاملوا مع الناس بطريقه لا فيها بغيت نقول لك وي هنا في الرباط تعاملوا مع الناس بواحد الطريقه مزيانه اغلبيه الناس سمعت هبطوا خرجوا من ديارهم كان التعامل معهم مع الزلزال بواحد الطريقه دي غادي يقول لك كانوا الناس في المستوى ما كان لا صداع ما كانش شي زعما شي فول خايبه ولا شي حاجه غوات ولا هذا وداز الحمد لله كلشي داكشي مزيان. والزلزال اخويا البارح شدنا كنا في الطوموبيل انا والوالد ديالي واقفين حسينا بحال شي واحد كيزعزع الطوموبيل هبطنا ما لقينا والو لقينا الضجه نايضه في الناس خارجين كتغوت اللي كانوا في العمارات تزعزعوا بزاف وصافي عاد تواصلنا مع الاصدقاء وشفنا شنو واقع تما لقينا اكادير مراكش طرفايا طنطان ضرب في المغرب كامل وواقيلا واش اول مره هذا الشيء كيوقع انا ولد طنطان. ايوا هبطنا بحال عباد الله حيدنا الضو حيدنا البوطه حيدنا فينا كل شيء داك الشيء وهبطنا لتحت يعني تنتسناو رجاء الله الاراده ديال الله ما عندنا ما ندير.